السلام عليكم. والله مسيكم بالخير يبارك فيك وفقنا الله وياكم أحب يرضى. أما بعد، يعني الأسئلة كذا سؤال جاني من الأخوان بالخاص، وفي منهم فضل الله يعني يضبطت أموره، وفي منهم لا والله قاعد يعني يخطون، ودنا الأمر يكون عام عشان نفيد العموم بإذن الله. سأل الله يفهم ما نقول، وفقنا لما هو صالح لنا وجب السلام يا رب. الوضع ما فيه الطير الحين طلعت المربط، أنا ما أعرف وزنه اللي قبل الهدد، أو الطير الفارخ اللي تو جاي جديد، ولا وحش، ولا أي كان، ما أعرف وزنه. التنزيل ما يكون يعني خسف، بعض الناس يعني كم واحد من عيال اللي صرف معاهم ينزله ويعني يخليه قش تلدو عضو. لا يا حبيبي، هذا ما ينفع مع الطير بشكل، لا تدريج على الراحة. وأنا أنصح صراحة ميزان دائم توزن الطير، يطلع من المربط تقيسه هو بطلع من المربط، إذا كان نازل، إذا أنت عارف الطير قبل، وإذا ما تعرفه لا شوف وضع الطير، محتاج لا قام يعلف أموره طيبة أول يوم وثاني يوم، لا تستعجله. أهم شيء عشان تطلع نتيجة طيبة لازم تكون شنو، حط الطير مجال، عطوا الطير مجال. ترى يعني الأمر مو عجلة، عجلة كلها ما فيها فائدة. عجلة تنتج شنو، الخراب. أما الركادة والحرص الصحيح، يعني أحرص أنا على شغلي وأرتب شغلي وميزان وأشوف وضع الطير، الطير شكل اليوم نزل نزلة خفيفة، مو نزلت أشوف أعطاني وجه أثبته على الشكل على الخفيف لين بإذن الله، بعدين أقوم أدعيه شلون أدعي عندي بالبيت على وكره، ونقزه بالجرير نفسه، الجرير اللي يكون من سموقه أدس أقطع على وكره وأطمره، طمر أعطانا وجهه أمور طيبة. بعدين إذا أخلي مسافة بعيدة سنة والله يشوف هذه ممكن الطير يعني يصد يروح للطوف يضرب الطوفة، فمشكلة. أنا عن نفسي أنقزه بالبيت وأشوف وضعه، طمر أمور طيبة لا بغيت أروح للخراء. في كم واحد من الأخوان عندهم وحوش أحب أدعوها، أنا بطي معاي يكلموني وأسافر إياهم، في منهم ما شاء الله دعوا وخلصوا يا رب لك الحمد، بعضهم لا والله يعني في عندهم من الجهة بالأمور هذه وما هو قاعد يمسك الكلام اللي قاعد أقوله. فضل الله كذا واحد والله الحمد لله، فضل منه يعني الحين يدعون عسى الله يا رب يبارك له ويجيب يسلم، واللي يجهل الأمر هذا يعني نقول له مو قاعد يمسك العلم المضبوط، يعني كل ما هذا قاعد يطلع بخطأ يسوي شيء خطأ فالأمر ينتكس. هم الباقيين الله مبارك يا رب لك الحمد والشكر، كذا واحد فضل الله الحين أموره طيبة عسى الله يا رب يزيد من فضله. فالوضع ما فيه، لا تستعجل، اركض على الطير ورتب امورك مضبوط. هذا اللي ما يعرف اللي قاعد يعني يخربون يزيد وزن الطير، يا يزيده زياده حيل الطير ما يعطيه وجه اجباري، يعني تشوفه مرات يطمر مرات ما يطمر، مرات يصير على مزاج الطير. لا يا حبيبي، انا مشي على مزاجي، انا ابي قصبا عنه اخليه يعطيني وجهه مو طيب، ولكن امشي معاه بسياسه لين وصل وضع الطير شنو. أبيك ساعات أوديه للخلا، والخلا غير، الخلا أحرصه، أركب حبيبي الشيء اسمه عذر ترجيم السبب فيه، وهدف سبب ما هده يعني طلق الشكل. لا يا حبيبي، لو إنه يطمر من أول الديوانية لآخر الديوانية لا تأمل، لأنها ممكن ترى يعني ما يجيك ويبهذلك ويتعبك، ممكنه بعد يمكنه يضيع لا قدر الله. فالحرص مطلوب من كل صقار، ألا ما يحرص على شغله وما يبدأ بالترتيب خرابه أكثر من شغله. ممكن تصدف مع ناس، في ناس يعني يقولك والله سوينا الشكل والحمد لله أمورها طيبة، حبيبي تصدف ممكن. الصحيح الركادة مطلوبة من كل صقار، والصبر مطلوب. أنا رجال أصبر على الطير لين أشوف آخر الطير شنو. أسوى وفقنا وياكم جميع السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.